والآن أيها الإخوة الكرام، نستمع إلى شيخ المبتهلين في مصر والعالم الإسلامي فضيلة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب. إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيما إلهي إن يكن ذنبي فممن أرتجي مولاي عطفا فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع وفضلك وفضلك واسع للكل مغنم. تركت الناس تركت الناس تركت الناس كلهم تركت الناس تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك وجئت إليك وجئت إليك وجئت إليك فعاملني بجودك يا رب يا رب فعاملني بجودك اعف عني فإن تغضب فمن يغفر يا رب. ماذا على الأفق أطياف تناديني أطياف
غادب من وراء الغيب يدعوني، إني أرى الله، إني أرى الله في حسي وعاطفتي وفي فؤادي وفي روحي وتكويني. إني أرى الله، إني أرى الله في حسي وعاطفتي وفي فؤادي وفي روحي وتكويني. يا رب، يا رب، من لي سواك، من لي سواك، من لي سواك، من لي سواك إله الكون يحميني وفي طريق الهدى والنور يبقيني. يا رب، يا رب، يا رب، يا واسع العفو، يا واسع العفو، هب لي منك مغفرتك يا واسع العفو، هب لي منك مغفرتك إلى رحابك، إلى جنانك، إلى جنانك يا الذنب عندي والعفو عندك، الذنب عندي يا الله يقتلني، والعفو عندك، يا من يجود، يا من يجود، يا من يجود ولا تفنى خزائنه. إني سألتك، إني صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي،
نعطر ألسنتنا وقلوبنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول معا: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حاضرين صلوا وياي علي اختار المولى رسول، يا حاضرين صلوا وياي علي اختار المولى رسول، طه رسول الحق أتانا من نريد قلوب الهادي على الإسلام، اللي أراد له المولى هداية بيع الغادي على الإسلام، واللي غواه جهله شيطان، اللي غواه جهله شيطانه فضل عايش في الأوهام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حربك يا نبينا، ولكن ربنا دايما كان وياك. يا ما حربك، يا ما حربك يا حبيبي، يا ما حربك يا نبينا، ولكن ربنا دايما كان وياك. كان النصر حليبك دايما، أما الذل نصيب أعداك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، للنبي جميل صلى الله عليه وسلم.
للنبي جبين يفوق بدرا، للنبي جبين يفوق بدرا، للنبي جبين يفوق بدرا، والبدر جزء من نور محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا روضة يلي يا روضة يلي فيك التجلي، يا روضة يلي فيك التجلي، من الإعلان نازل تملي على ضيوف الحبيب محمد محمد. واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي محمد بجر في محمد بجر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي هذا ومن فوق هذا رسول خالقه للخلق كلهم الله 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 أقسم بالهادي وقل لعمرك في القرآن واضحة في سورة الحجر لا تخفى على البهم الله الله الله
الإمامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها والكرار أبي الكرماء والزهراء وأبنها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الابتهالات والمدائح النبوية الذي قدمه شيخ المبتهلين الشيخ عبد الرحيم دويدار.